بيفتحوا لنا عرض سماك داون بدخول البلود لاين. البلود لاين الجديد ها رومان رينز لسه ما كونش بلود لاين ولا حاجه. دخل سولوس كو مسك المايك وقال انتوا دلوقتي بتتفرجوا على الحاضر والمستقبل، انتوا بتتفرجوا على زعيم القبيله الحقيقي. انا اللي قدرت اكون الفريق القوي ده ورومان رينز وجيمي اوسو مش هيقدروا عليا. كلنا عارفين نهايه الموضوع ده ايه، رومان رينز في الاخر هيعترف بيا كزعيم القبيله. يخرب بيت الضحك يا جدعان. وبعدين هو جيكو فاتو ايده ما بتوجعوش من الحركه دي؟ اللي هو طب انت ايدك علقت فوق طيب ولا ايه؟ يعني ركز كده في بقيه البرومو هتلاقيه كله كده تقريبا، هي حركه واحده وحابه يبص هنا وحابه يبص هنا. ومش هكدب عليك الصراحه كنت مستني ان رومان رينز يظهر او جيمي اوسو حتى. مره واحده لقيت لك موسيقى المين ايفنت جي اوسو اشتغلت وجي اوسو ولا داخل كده كده دخلته وما فيهاش كلام، كانت جامده جدا. وتفاعل الجمهور معايا في اللحظه اللي الجمهور كله اتفاجئ فيها اساسا. تحليل دخول جي اوسو اللي حصل هقوله لكم بعد ما الفقره تخلص. مسك جي اوسو المايك وقال مرحبا بي يا خالص صغير، انا جاي اقول لك ان انا لسه عندي اهتمام بيه. انا عايزك تفكر في اللي انت بتعمله دلوقتي. انا عندي مشاكل مع رومان رينز بس العائله منقسمه، خليك مع رومان رينز وانهي الانقسام ده من العيله. سولو بيرد وبيقول له ما تقوليش يا خالص صغير تاني، انا زعيمك دلوقتي. يعني انت يا سولو سبت كل اللي هو قاله ومسك في ان هو بيقول لك اخي الصغير؟ جي اوسو بيقول له لو عايز العيله دي ترجع من تاني يبقى اول حاجه لازم تعملها هي انك تنقلب على جيكو فاتو وتما تونجا وتونجا لوا. ساعتها بقى جيكو فاتو فك ايده وكان عايز يحط على جي اوسو، مع ان والله كان نفسي تقلب مدعكه في الحلبه. والجمهور كله ساعتها قاعد يقول لك بقى او تي سي او تي سي. لكن للاسف رومان رينز ما دخلش ولا حتى البلود لاين ضربوا جيوس، بل بالعكس سابوه خالص واشتغلت موسيقته وانتهت الفقره كلها على كده. بص من الاول خالص انا قلت لك ان جيوس ياخد لقب الكرات هي حاجه غلط اساسا، بالذات لو هم هيخسروه اللقب في اقرب وقت. لكن فكره انه يظهر النهارده للبلود لاين بالنسبه لي منطقيه جدا، لان هو في يوم الاثنين اللي جاي لو خسر اللقب وبعد كده كان البلود لاين هيبان ان هو عايز يرجع لرومان رينز من تاني عشان خسر اللقب، وساعتها شخصيته هتضعف جدا. في نفس الوقت هيكون تدخل البلود لاين في عرض الرو شيء مش منطقي، ويمكن اساسا ظهوره النهارده كله مش منطقي. بس لو هنتكلم من ناحيه المنطقيه بقى، اهو برده اخوه وابن عمه اتضربوا المره اللي فاتت، على عكس مثلا ان البلود لاين يروح يضربوه في عرض الروم من غير ما هو يكلمهم خالص. اصل عشان يخسر اللقب ما فيهاش فرصه غير كده. فمش هضحك عليك، تريبل اتش كده كده حط جي اوسو في موقف عبيط جدا، والسيناريو كله بتاع جي اوسو بالذات خربان. فده زي ما بيقولوا كده انسب الحلول الوحشه. فيمكن الكلام بينهم كان رايح جاي وكانت فكره حلوه، لكن بالنسبه لي برده الموضوع مش منطقي قوي. فدي الفقره دي 7.5/10. بعدها بنروح لماتش التاك تيم الثلاثي على مين هو المصنف الاول على القاب التاك تيم، الستريت بروفيتس قدام الدي اي واي قدام البرت تيدي. ماتش كعاده منتوش التاك تيم بيكون اداؤه جامد، ومونتيس فورد اداؤه كان حلو قوي في الماتش. وبشكل غريب جدا في المشهد الاخير الستريت بروفيتس والدي اي واي هما الاثنين بيكسبوا في نفس الوقت، ولكن المذيعه بتعلن ان الدي اي واي هما اللي كسبوا، ده لان توماسو تشامبا هو اللي ثبت الشخص اللي كان بيلعب من البرت تيدي. فاللي هو ايه، انتوا كسبوا بس التانيين في نفس الوقت مش هيتهانوا برده، اللي هو الستريت بروفيتس يعني. طبعا كل ده مع بدايه السنه هيتغير، والبرت تيدي دول كوم زيهم زي رومان رينز. فالمهم يعني ماتش برضو ملوش اي لازمه بجد. قسم التاك تيم بقى وحش قوي، اللي هو بعدين مفيش غير الثلاث فرق دول وكل شويه يخسروا من البلود لاين. طب هتخسروا ايه لو غيرتوا ارقام الفرق؟ فما تفهمش بقى الدبليو دبليو اي بتعمل كده ليه. ممكن نعتبر مثلا ان الماتش ده مجرد حشو للعرض ان شاء الله. وادي الماتش ده 6/10. بعدها بيكون معادنا مع وصول رومان رينز وجيمي اوسو بالعربيه الخاصه برومان رينز. واول ما بينزلوا بيلاقوا جي اوسو في الشغل. رومان رينز بيبص على لقب الكرات وبيقول له انا فخور بيك. فجاي بيرد يقول له نو ييت ويسيبهم هما الاثنين ويمشوا. عارفين والله اللي بيحصل ده كله بيحسسني بايه؟ بيحسسني ان احنا رجعنا لاخر 2020 من تاني، اللي هو رومان رينز لسه بيكون البلود لاين من جديد. وبالنسبه لي هو ماشي بنفس الشخصيه يعني، وكل حاجه لحد دلوقتي في القصه جامده ما عدا بس الموضوع بتاع جي اوسو ده. بعدها رومان رينز بيكون قاعد في الغرفه لوحده وبيكون بيفكر، فجاه بنلاقي مره واحده جيمي اوسو دخل عليه وفاجئه. اللي هو رومان رينز اتفزع كده، مالك يا ابن العبيطه في ايه؟ فجيمي بيقول له عايز اكون الوايز مان بتاعه بس كده. والله هو ده ملخص الحته اللي حصلت. طب هل الموضوع ده ليه لازمه؟ ليه لازمه، وده يعتبر تلميح لعوده بول هيمن يمكن في نهايه العرض النهارده او في الاسبوع اللي جاي، الله اعلم. بعدها بنروح لفكره كود رودز وبيكون طالع يعمل برومو لوحده. لقينا في الاول كده موسيقى محمد رمضان اشتغلت والكاميرا جت على اللقب بتاع كراون جول، وبعدها دخل امريكان نايت مير كود رودز. دخل كود رودز ومسك المايك وقال لما نيجي نتكلم عن لقب كراون جول مش هنتكلم عن مين البطل القادم او على مين اخر بطل، هنتكلم على اول واحد اخذ لقب كراون جول. في ناس كتير قوي بتخاف من جونز، لكن انا مش بخاف، او ممكن اكون بخاف، بس انا دايما براهن على نفسي ودايما بكسب. يا كودي يا حبيبي الحياه مكسب وخساره، مش عشان تريبل اتش مظبطك سنه ولا سنتين تطلع وتقول ان انت دايما بتكسب. بس هو مبدئيا من كلامه كده هو عنده حق فعلا، هو بنسبه اكبر من 90% هيكسب جونسر في عرض السعوديه، وفكره والله العظيم ملهاش اي 30 لازمه، وديها 7/10. بعدها بنلاقي الفايبر راندي اورتن بيظهر مع نيك اردس ورا الكواليس وبيكون غضبان وبيطلب منه انه يحدد له ماتش هو وكيفن اونز في عرض كراون جول. لكن نيك اردس بيرفض ويقول له ان عشان يحصل حاجه زي كده لازم القرار يجي من حد اعلى منه. فراندي اورتن بيقول له خلاص انا هعرف اخد القرار ده مني. هو ممكن نقول مثلا بنسبه 99% قصده على تريبل اتش، حاسس برضه ان عم بخه مش هيدوا له الماتش اللي هو عايزه. بعدها بنروح للماتش الثلاثي التاج تيم على برضه المصنف الاول، يعني اللي هيكسب من الماتش ده هيلعبوا الدي اي واي الاسبوع اللي جاي.
ايه تاون داون قدام الليجادو دي الفانتازما قدام الفريق الجديد الموتر ماشين. بصوا مبدئيا كده فريق الموتر ماشين هو فريق جامد وكل حاجه، بس الفكره انه ما اخدش التفاعل اللي يستاهله من الجمهور. في نفس الوقت هو فريق يعتبر كبير اساسا، معديين ال 40 سنه، فمش عارف تعامل ال دبليو دبليو اي معاهم هيبقى عامل ازاي، اللي هو انت اساسا ما بتبنيش شباب. الماتش الصراحه كان جامد قوي واجمد من الماتش الاولاني، والتلات فرق كلهم كانوا اجمد من بعض. وبقول لك يعني الفريق لسه جاي اول ماتش ليه، فطبيعي انه يكسب في الاخر. الموتر ماشين بتكسب وهتلعب الاسبوع اللي جاي الدي اي واي بنسبه كبيره، برده هم كمان هيكسبوا الدي اي واي. بس هيحصل ايه بقى في الماتش اللي هيكون على القاب التاك تيم؟ الله اعلم. بس وماتش كان جامد واجمد من اللي قبله، واديله 8 من 10. بعدها بنروح للمين ايفنت، بيدخل رومان رينز وبيمسك المايك ويقول كولومبيا سان كارولينا اكنولدج مي. قام ساعات على طول بيقطع سولو سيكوا، بيدخل سولو سيكوا رومان رينز بيقول سمعتك وانت بتكلم جي اوسو وبتقول له ان انتوا بقيتوا اقوى. انا مش شايفه كده خالص على فكره، بالعكس انتوا بقيتوا دلوقتي اكتر انكسارا. رومان رينز بيكمل في كلامه وبيقول له انا وعدت ابويا ان هرجع كل حاجه زي الاول، وان هنرجع من تاني ايد واحده وهنجمع كل الالقاب. فصوله كده بيتكلم بطريقه وبيقول لرومان رينز اكنولدج مي، فرومان رينز بيقول له اي اكنولدج يو سول سكو. يعني مش كفايه اساسا ان هو بيعترف بيه، لا ده مش عاجبه كمان. رومان رينز تحسه بيقول له كده ايه، انا اعترف بك، ارتاحت كده عندك؟ فصوله بيقول له اعترف بيا كزعيم للقبيله او. فساعتها بقى رومان رينز بيسخن عليه بيقول له او ايه هتقدر تعمل ايه اساسا. فصوله بيرد اخر حاجه ويقول له انت زي ما انت ما اتغيرتش. وساعتها بنلاقي بقيه البلود لاين جايين من ورا ومجرجرين جيمي اوسو، وكانوا عادمينه العافيه اساسا ورا الكواليس. قام ساعتها صوله بيحاول يهجم على رومان رينز لكن بيفلت منه وبيضرب الاول في الثاني في الثالث. ومن هنا اقدر اقول لك انك لو اتفرجت على سماك داون اللي فات فنفس اللي حصل حصل ثاني بالظبط، ضربهم كلهم وفي الاخر اتجمعوا وطحنوه من ثاني، اللي هو يخرب بيت الابداع يا عم تريبل اتش. انا عن نفسي وانا بتفرج وناس كتير توقعت ان جي اوسو هيظهر، اللي هو ماشي كده هيبقى في تغيير، لكن ما تفهمش ليه جي اوسو ما ظهرش. نفس المشهد بتاع سماك ده هو نفس المشهد اللي فات. فلا يعني سماك داون اللي فات بالنسبه لي كان احلى منه بكتير. ودي الفقره دي 7.5 من 10 لان ما فيهاش اي جديد، والعرض كله تقريبا ما بيقدمش حاجه جديده. ودي العرض ده اوفر رول 8 من 10. اما بقى بالنسبه لاخر الاخبار اللي ظهرت، ففي كلام كتير طلع قالك ان درو ماكنتاير مش هيظهر في الفتره دي خالص، وان ظهوره هيبدا بعد كراون جول. كل الكلام ده طلع كذب لان درو ماكنتاير هيظهر في عرض رول اللي جاي. طب ايه دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ اكيد طبعا حاجه حلوه، ده لان هنشوف ايه هي عداوه درو ماكنتاير الجديده. كل اللي جاي في دماغي دلوقتي ان هو ممكن يبدا عداوه مع ويد باريت، غير كده مش عارف الصراحه. فانت شايف ان درو ماكنتاير ممكن يدخل في عداوه مع مين دلوقتي؟ عرض سيرفايفر سيريس اللي جاي اللي هيكون في كندا يوم 30 نوفمبر هيكون ميعاده بدري شويه، وهيتلعب الساعه 12 في نص بتوقيت مصر. بس انا مش عارف برده لحد دلوقتي الكلام ده هيبقى قبل تقديم الساعه ولا بعد تقديم الساعه. طب ايوه برده كل الكلام ده ليه بقى؟ كل ده علشان هيكون في عرض يو اف سي في نفس الوقت، فهم حبوا يبدلوا الميعاد شويه بحيث الاثنين ما يخبطوش في بعض. وحاسس عن نفسي ان الروك لو ما شاركش في سيرفايفر سيريس العرض كله على بعضه هيطلع تعبان، او خصوصا ماتش الور جيمز، لان ما اعرفش بقيه الكارد بتاع العرض هيبقى عامل ازاي. فاتمنى ان الروك يشارك في سيرفايفر سيريس. عارفين انتوا العرض اللي هو ساتردي نايتس مين ايفنت؟ موقع ورسلينج اوبسيرفر نيوز بيقول لك ان بنسبه، او لا هم ما قالوش نسب، هو قالوا ان هي مش بنسبه 100%، كودي رودز هيلاعب كيفن اونز في العرض ده في المين ايفنت. يعني من الاخر كده عايزين يقولوا لنا ان بنسبه كبيره قوي هم الاثنين هيلعبوا بعض. فعلى قد ما القصه دي حلوه وماشي حلو قوي دلوقتي، خايف ان فجاه الدبليو دبليو اي تقلب القصه دي كلها ونلاقي في الاخر كودي قدام اورتن في الرويال رامبل، واورتن يخسر ويتهمن جديد، ويكون كيفن اونز خسر كمان، فيضيعوا كده القصه دي في ثواني. واللي يخليك تشك اكتر ان ممكن الدبليو دبليو اي تعمل كده فعلا هو ان الروك قال خلاص ان هو هيكون متواجد في 2025، وحتى لو الروك مش متواجد رومان رينز شكله هيلاعب كودي روز اساسا. فمن الواضح كده ان الدبليو دبليو اي مصممه تير راندي اورتن، مش بس هو لا ده كمان هو وكيفن اونز. بس في امل واحد بس، ان اورتن يخرج من الموضوع ده كله. ازاي بقى الموضوع ده ممكن يحصل؟ الوايت 6 كانوا لسه نازلين تغريده امبارح على اكس مكتوب فيها انت المرض مش عارف ايه كده، وجابوا سيره التعابين ستحترقون جميعا. فاللقطه بتاعت التعابين دي بتبين لك ان ممكن اورتن يدخل اساسا في عداوه مع الوايت 6، وعلشان هم عايزين ينتقموا عشان هو حرق بري وايت وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالموضوع ده فعلا لو حصل هيكون حلو، حتى ولو راندي اورتن خسر العداوه دي هتكون جامده وجديده وما شفناهاش قبل كده. واساسا الوايت 6 كده كده محتاجين دفع على عكس كودي رودز اللي مش محتاج حاجه خالص. الدنيا بقى مقلوبه على السوشيال ميديا على الرساله دي، وفي اللي بيقول لك ده هم هيخشوا عداوه مع زميز، وفي ناس بتقول هيخشوا مع كارين كروس. فمن الواضح كده ان كل ده هيبان يوم الاثنين. بس قول لي حابب ان اورتن يدخل في عداوه محترمه مع كود روت ولا يدخل في عداوه مع الوايت 6؟ وبس كده مش معوضكم، كملت لحد هنا لسه ما حطيتش اللايك. بيس يا مان، واشوفكم على خير.